النحر هو نحر الأضحية فقط؟ لا، احنا محتاجين أولا نحر اليأس والهم. ولا تيأسوا من روح الله. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. البنت اللي لسه ربنا ما رزقهاش بشاب صالح بنقول لها اصبري. نعم. لسه عدلك ما جاش. والشاب برضه الشاب اللي لسه ربنا ما رزقوش ببنت الحلال اصبر اصبر وابحث. نعم. ربنا شايل لك نصيبك. نعم. الشاب اللي هو لسه ربنا ما اكرموش بعمل ابحث وهتجد. يا رب. الشاب او الشابه اللي لسه ربنا ما رزقهمش بالانجاب. نعم. اصبروا. سيدنا ابراهيم عليه السلام ظل 86 سنة يدعو ربه، ربي هب لي من الصالحين. نعم. 86 سنة ولم ييأس. نعم. لم يعرف اليأس له طريقا. الله. ومع ذلك ربنا استجاب له. نعم. 86 سنة. نعم. رسالة ثانية. نعم. رسالة ثانية. نحر الجهل. نحر الجهل. احنا محتاجين حضرتك ان احنا نكون على دراية بأمور ديننا. ان احنا نتبصر في القرآن وفي السنة ونتفقه ونقرأ ونطلع ونعلم نسائنا ونعلم وأبنائنا. من وقفة عرفات هنعرف. نعم. هنعرف. نعم. الله أكبر. آه. نعم. كذلك إن احنا نتعرف على ربنا. نعم. وفي اللحظات ديت نسأل ربنا ونتضرع. نعم. إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. احنا دلوقتي دقائق معدودة. نعم. على غروب الشمس. نعم. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر مصر في القرآن أن يحفظها كما حفظ القرآن. أمين يا رب. وأن ينظر إلينا جميعا بعين الرحمة. أمين.